وراك انتي والله جايز شارك فايز كلم فايز الو فايز الو فايز الو فايز الو شارك وربح الجوائز هلا والله هلا والله بالعيال بشروني طمنوني كيف الحال الليلة الليلة شي لا تفوتك هاي ورجعنا لكم أعزائي المشاهدين والحقيقة اليوم جاني اتصال العصر ألو السلام عليكم هلا وسهلا كيف الحال والله بخير شلونك أخوي فايز قلت والله بخير وصحة أمرني قال حقيقة أنا شايف برنامجك وشايف مشاركاتك وشايف الجاء ومدري وش وشايف الجوائز وشايف قلت طيب خير إن شاء الله أمرني تشترك في البرنامج في أرقام موجودة اتصل وارسل اس ام اس قال لا 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 أنا برجيك البرنامج وبسوي لك حفلة في البرنامج أبسوي لك عرس في البرنامج قلت ما فهمت عليك شلون قال أنا لو جيت البرنامج ممكن أقلب البرنامج فوق تحت قلت أوكي أنا موافقين تعال البرنامج رحبوا معي بالبطل والأستاذ معين بستكي تعال يا بستكي تعال تعال حبيبي تعال 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 روح أمه تعال تعال وقلبنا البرنامج تعال 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 أهلا وسهلا أرحب الله يسلمك أهلا وسهلا أجل راح تقلب البرنامج ما أنا أبوي تحت أمركم بس أنا جايينكم على أساس أن نعطيكم جو مختلف زين وانا داخل اليوم تحدي وياكم بتراويك عقب ان شاء الله في تحدي المساله فيها تحدي يا اخي حضرين. المشكله انت قاعد تتحدى واحد على راسي على راسي على راسي تعال حبيبي يلا تعال تحداني فيه يلا حي الله تعال حبيبي تحداني زين تحدي على كيفك حبيبي تحدي على كيفك انا قاعد لك اليوم اخوي فايز نبيه انا جيتك اليوم بالاستوديو حلو وحسيت ان الجو شويه الطاقه ما بعجبتني اللي موجوده في الاستوديو اها زين ايه فجيتك اسب نشوف هل ممكن نعمل شيء وياك ونشف شويه معلومات منك خذ راحتك اللي ابغاك تسوي اللي ابغاك تمسك الجرس هذا بيدك الساعه قصدي الساعه الساعه اللي فيها الجرس ماسك الساعه ها بسم الله ابغاك تفكر وياي بس مصاحبك من ايام الطفوله فكرت ما في اي طريقه انا ممكن اعرف طبعا مستحيل ابدا ارجع لايام الطفوله وانت قاعد تلعبون في المدرسه نلعب كيرم وانت وياه تلعبون وياه كيرم ايوه ركز معي ركزت اسم الشاب هل يبدا بحرف الألف حرف الألف إيه اسم الشاب أحمد صح العليات إيه والله صح موجود إيه آه بسم الله بسم الله بسم الله أكلتك المفضلة ما في أي طريقة ممكن إحنا مو متفقين ولا نعرف أوكي أكلتك المفضلة أكلتك المفضلة إيه أباك تركز معي أكلتك المفضلة في بالك بس ركز معي ارفع راسك شوي الكبسه اكلتك المفضله الكبسه بس وراها تدق هذا الحين تدق وبدق مره ثانيه باك تعيد وياي وتكرر وياي تقول الو فايز الو فايز الو فايز ثلاث مرات الو فايز الو فايز الو فايز ثلاث مرات ثلاث مرات دقيته ثلاث مرات ثلاث مرات ابطا يدق تعرف ليش جايب لك هني تركز وياي ركز وياي في شيء جايبت لك اياها انت العاده تجلس وتحاول انك ترمس البابا من ضربه الصح انجاب رايح احنا ما بنشيش ولا انا بندخن انت تحاول تتكلم ببغبغاء دائما ما يتكلم المشكله ولا ما يطلع معك طيب احنا ببرنامج الو فايز اباك تكلم الشيشه اتكلم شيشه اتكلمها يا اخي المشاهد بيقول هذا مهبول قاعد يتكلم شيشه واباك انك تقول للشيشه ايه البغبغاء ما تسمع لك ولكن من الشيشه ركز وياي الو فايز ألو فايز ألو فايز ثلاث نقط يلا واحد ألو فايز ألو فايز ألو فايز أوكي إحنا بدينا في الغويط وبدينا في الشيء اللي ما له داعي عيدها نشوف ها عيدها ألو فايز ألو فايز ألو فايز بسم الله اللهم حولنا ولا حوالينا اللهم حولنا ليش شيء يتحرك وين ذا الشيطان مكبوت في شيء لا حول ولا قوه الا بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله شوف يا حبيبي أخوي انا بيني وبينك يعني اول مره اشوف لي شيء يتحرك بصراحه انزين. بصراحه هذا شيء يعني بس انا عندي اقوى من لي شيء حقك اقوى من الشيشه ذي ايه اللي هي اللي هي تحداني تبغى تتحدى انا جايبك اليوم بس اساس ادبك تاديب تاديب ووريك شغلات أنا ضيف عندك على عيني وراسي بس تاديب في العمل في العمل في العمل تبغى تحداني يعني في العاب الخفة أنت قاعد تسوي حركات بلواني وشغلات هذا حبيبي وقراءة التفكير على ما تمشي لا كلها أي ركز معي على الكاس اللي هناك شايف الكاس؟ إي شايف الكاس؟ إنزين ركز عليه يلا ركز عليه تبغى الكاس على الكاس إي 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 تحداني أفجره تفجر الكاس وأنا واقف شوف يديني شيء أبدا ركز عليه ألو فايز
الو فايز. الو فايز. بسم الله. الحمد لله. الحمد لله. متفاقنا. لا لا انت متفاقنا. ما شفت شيء. انت بتتحداني. والله الحمد لله. انت على اساس بتتحداني. بتحداك. انا اليوم وانا عاد كل يوم اتابع برنامج، اليوم بخفي. بخفيك وبردك السعودية. اتحداك. تحداني؟ اتحداك تخليني ورا السيارة ما بعد. يلا بتعال. طيب ممكن تخلي السيارة سيارتين يعني. سيارتين عزيز واحدة حقتي وواحدة. ممكن؟ والله اوكي. خلاص نشوف. إيه؟ بعد البرنامج نحول لك اياها. تحت امرك. تحت امرك حبيبي. تحت امرك. تحت امرك. الليل 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 الليل. الصندوق هذا موجود قدامك. بسم الله عليك الادرى. اخ فايز. ها؟ بردك السعودية. لا سالك. لا تذكر الطيارة. اوكي. لا طيارة. اوكي. ولا تعال احجز، تعال انتظر، تعال تكاليف ما في. صندوق. يلا هات الصندوق. صندوق زجاجي من كل الجوانب. بسم الله. ما في أي طريقة إن أنت تكون مكان فيها. أباك تطلع في الصندوق. حياك. أطلع أنا. إي إي إي. ما تبغى مساعدة. يا الله حركات. اليوم بنخفي فايز. حركات والله ما. فايز الملك اليوم بنخفي من الاستوديو. برد السعودية وبقدم البرنامج عنه والجوائز كلها علي. تعال 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 تقدم البرنامج. تعال ما تحرك ولا تنقلني. استريح استريح استريح. أجلس. اجلس اجلس اجلس. بسم الله. وهذه جلسة. بسم الله. أباكم بتركزون معايا. إيش الموضوع؟ فايز المالكي مثل ما تشوفون مباشر على الهواء مثل ما تتابعونا، احنا بنعيد مع بعض معاكم انتو على عدد ثلاثة تقول الو فايز الو فايز الو فايز. وش قاعد تسوي؟ زين ركزوا معايا. بسم الله الرحمن الرحيم. اباكم تركزون معايا وتعيدونها وياي ثلاث مرات. يلا بنبداها باول مرة. الو فايز. مركزين معايا؟ قلنا اول مرة. الو فايز. ثاني مرة. ألو فايز. أنا ما أسمعكم تردون. أباكم تردون. أول مرة قلنا ألو فايز. ثاني مرة قلنا ألو فايز. والحين على الثالثة. ألو فايز. ألو فايز. ألو فايز. ألو فايز. وفايز المالكي رجعنا السعودية تحت أنظاركم وعدكم. ولكن شو ما صار وشو ما سوينا البرنامج مر ومنكمله من غير فايز المالكي. فايز المالكي لو أنت في السعودية لو في أي طريق أنت قاعد تسمعني بردك وبتكون موجود معانا في الاستوديو مثل ما سويناها أول مرة بنسويها المرة الثانية. الحين أباكم تركزون معي على عدد ثلاثة مثل ما قلنا نقول ألو فايز ثم ألو فايز ثم ألو فايز. يلا نعيدها مع بعض. ألو فايز أول مرة. ألو فايز ثاني مرة. ألو فايز ثالث مرة. وردنا لكم فايز المالكي ومعكم معين الأسلكي. أعزائي المشاهدين أهلا وسهلا فيكم في برنامج حروف وألوف. غير الدقمة ذا. فاصل فاصل ونرجع لكم. فاصل الله لا يوفقك. فاصل ونرجع.